له عرشه للكافر. حاكم الجبال والبحار والوديان، حضرة السلطان المعظم سليمان. اوعكم تخافوا، العثمانيين مستحيل يقتلوا يلي بيطلبوا منهم الامان. بلغراد صارت من اليوم قطعه من الاراضي العثمانيه، وانا سلطانكم، وراح تشوفوا عداله السلطان سليمان. اذا اخلصتوا لي ما راح اعاملكم مثل العبيد، وراح احميكم، وراح اخليكم تعيشوا حياه كريمه ومرفهه. داري باشا، لا تاخذوا منهم ضرائب لمدة سنة كاملة، وخصصوا لهم 2,000,000 ذهب من خزينة الدولة العليا. عمروا المدينة، وفورا ابدوا بتعمير مدارس جديدة وكمان جوامع، وامنوا الاراضي اللي بالمدينة ومحيطة من الاشرار، واللي بيحب يسافر على العاصمة اهلا وسهلا فيه. هاني بيك، والي سمندرا وبلغراد هو المسؤول الأول والوحيد أمامي. اكتبوا هذا الفرمان، وكمان اختموه وعمموه على الكل.